مرحبا بكم، مرحبا بكم انتم والاطفال اللي يشاهدوا فينا كذلك. مرحبا بكم، على بالي بلي راكم حابين تكونوا في مكان هاد الاطفال وتكونوا معاهم كذلك باش تفرحوا معنا. لذا باش تشاركوا في الحضور لازم توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالشكل التالي للتسجيل. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا في الحضور لازم تصبروا شوية لأن التسجيلات كثيرة. أنتم تاني صبرتوا يا أخي؟ نعم. إذن مرحبا بكم ورايحين جو تحضروا معنا كذلك. كما العادة دائما نبدأ الحصة بأيام عالمية ودولية مهمة جدا لتفيدنا في حياتنا. في هذه الفترة هذه أو قريب يوم 28 أكتوبر هو اليوم العالمي للسينما الرسوم المتحركة. سي لا جورني انترناسيونال دو سينما دانيماسيون. تحبوا الرسوم المتحركة؟ نعم. واه إذا الرسوم المتحركة جزء لا يتجزأ من ثقافة الطفل ومن تربية الطفل. يا أخي تحبوا الألغاز؟ نعم. عندي لغز لكم يقول: شيء يكسو الناس وهو عار، ما هو؟ أعيد اللغز: شيء يكسو الناس وهو عار، ما هو؟ عبالي بلي شاطرين، فكروا لغاية نهاية الحصة. أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا لازم تروحوا مباشرة للإنترنت موقعنا عمويزيد.com الجواب عن اللغز، باش لأنه الأسرع فيكم اللي جاوب الأول عنده هدية من عند عمو يزيد. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب عن اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب عن اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. صبتوا للجواب ولا مازال؟ صبتوا. أوكي، زيدوا فكروا شوية، خموا شوية. شيء يكسو الناس وهو عار، سهلة نورمال يا أخي. إذن اليوم رايحين نتعرفوا عن شخصية مهمة في الكفاح المسلح الجزائري. اليوم نتعرفوا على نوي مهيدي جميلة، راح تعرفنا بها نور الهدى. إذن تصفيق على نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. يمتي تحكي لكم على حياة الشهيدة نوي مهيدي جميلة. ولدت عام 1937 ببلدية المسيلة بحي العرقوب، ترعرعت وسط عائلة محافظة وميسورة، وسط 13 من الإخوة والأخوات. وكان شرف حصولها على الشهادة الابتدائية إضافة إلى متابعتها لإصدارات مجلة الشهاب الصادرة عن جمعية علماء المسلمين. لها الدور الكبير في نضجها الثقافي والاجتماعي بين أقرانها، والذي أهلها للقيام بدور كبير في الثورة مستقبلا، كما كان لتعذيب والدها بعد مشاركته في أحداث 8 ماي 1945، حيث سجن لمدة عام في سجن ستيف، ومشاركة إخوتها عبد الحميد وعبد النور ومحمد الصديق في الثورة التحريرية، الدور الكبير في تشكل الفكر التحرري ضد المستبد الغاشم. بعد وفاة والدها بثلاثة أشهر انتقلت إلى مدينة قسنطينة، وهناك التحقت بمدرسة ابن باديس، حيث كانت فرصة لها للتقرب من الحراك الثوري لجبهة التحرير الوطني. ونظرا لنشاطها الكبير وتميزها بين رفيقاتها داخل المدرسة، مما لفتت انتباه قادة التحرير، حيث استطاعت الوصول لقادة ومسؤولي الجبهة بالناحية الثانية التاريخية، وتم تكليفها بتجنيد رفيقاتها في صفوف جيش التحرير لنقل الأسلحة والرسائل السرية بين أحياء المدينة القديمة. لسيرتها وبفضل طيبتها وشخصيتها الجذابة تمكنت من كسب تعاطف صديقاتها، وأكثر من ذلك استطاعت التقرب من الأوروبيين. وفي نهاية جوان 1957 اكتشف أمرها، مما أجبرها على صعود الجبل والانضمام لصفوف الجيش التحرير الوطني بمرتفعات الميلية، وامتهنت مهنة التمريض للجنون. وفي 22 نوفمبر 1960 خاض المجاهدون معركة شرسة ضد جيش الاحتلال بدوار بفاحة بأعالي جبال ميليا، وخلال المقاومة الشرسة سقطت في ميدان الشرف حاملة في يدها السلاح
بعد جهاد دام 4 سنوات رحمها الله. برافو 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 نور الهدى. يا أطفال، إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. على بالكم بلي الجزائر حرة مستقلة ورانا أحرار بفضل تضحية هاد الناس اللي توفوا وضحوا بالنفس والنفيس باش تكون الجزائر حرة مستقلة. إذن دائما المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مقبلة تكلمنا على عدة أشياء. كاين شيء مهم، كاين شخصين مهمين في حياتنا هما الوالدين. تحبوا الوالدين يا أطفال؟ نعم. إذن عمو يزيد دار هذه الأغنية الجميلة هذه اللي نقول فيها نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تغنوها معايا؟ نعم. يلا نغنوها مع بعض. نحبك ماماتي، نحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، أنتم حياتي وسر يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات. واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. برافو 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 برافو. شكون اللي يعرف؟ شكون اللي يعرف؟ أنا. تعرفوا؟ مازال ما قلتش السؤال. برافو. شكون اللي يعرف الآية تاع طاعة الوالدين كاملة؟ الآية بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك، تعرفها؟ تعال تعال ولدي. واسمك؟ وائل. وائل شحال في عمرك؟ 10 سنين. وين تسكن؟ سطيف. في سطيف، سطيف العالي. الله يبارك الله يبارك. بصح كي تروح سلامي لكاع ناس سطيف لا يشوفوا فينا يا اخي، واللي ما مش يشوفوا فينا تاني تسلم عليهم. قولي الآية ولدي بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم. برافو 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 برافو. شاطر 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 شاطر. على بالكم يا أطفال يا أطفال،
بالمرات الإنسان لا يبالي بالمرات، ولكن طاعة الوالدين مهمة جدا جدا. عبركم بين الكبائر هي عقوق الوالدين، الوالدين طاعتهم مهمة جدا. على بالكم لو كان تخزر خزرة برك ماشي مليحة في والديك، عرش الرحمن يهتز. على بالكم، لأن طاعة الوالدين مهمة جدا جدا جدا. لازم تاخذوا الرأي لوالديكم يا أخي. هذا وعد. ثم ثاني يا أطفال، البر بالوالدين مهم جدا جدا. واش يقولوا لك؟ لازم السمع والطاعة للوالدين، لأن الوالدين مباشرة بعد حب الله سبحانه وتعالى. واش رايكم نروحوا الالعاب الخفه؟ تحبوا؟ نعم. يلا العاب الخفه مع عمو رضا. تفضل عمو رضا، تفضل عمو رضا، تفضل. تفيق على عمو رضا، تفيق، تفيق على عمو رضا. برافو 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 عمو رضا، برافو. عجبتكم اللعبة؟ إذن يا أطفال، كان معتاد عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الرجل الفقير الصبور، لأن يعني الصبر مهم في حياتنا. راح نشوفوا هذه الحكاية هذه. يلا كمل معايا. يا أطفال، كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الرجل المسكين الفقير الصبور. واحد النهار كان واحد الإنسان عنده عائلة، ولكن ما كانش يعمل، عمل ومن بعد حبس من الخدمة، ما صابش واش يخدم، قاعد يحوس على الخدمة، يحوس باش يجيب قوت العائلة نتاعو، يعني باش ياكلوا باش يقضيوا كامل، يوكل ولادو. إذا مسكين راح يحوس يحوس على الخدمة، يحوس ما صابش الخدمة، يزيد عاود غدوة من ذاك. واحد النهار كان واحد جارو هكذا عنده دار شابة هكذا وغني، راح دقدق عليه، قال له ديجا ما استقبلوش مليح، استقبلوه هكذا شغل مشنف عليه متكبر عليه، قال له واش كاين؟ قال له والله نحوس على خدمة وكامل وكان، قال له واش تعرف تدير؟ قال له نقدر ندير حارس، قال له نقدر ندير منظف، نقدر ندير، قال له شوف، قال له تخدم حارس وتزيد تنظف البيت وتزيد ترد بالك على كلش ونعطيك هذا الأجر هذا، بس هذاك الأجر اللي عطاه له قليل. رجل قاعد يشوف فيها هكذا، سما كيعرفني بلي راني محتاج. قال له معليش معليش نبدا نخدم معليش.
بدا مسكين يخدم طول اليوم، ينظف يعس يروح لدارو متاخر كاع في الليل، يوصل عيان ميت للدار هكذا وصبر. يا ربي معليش، يطلب من ربي سبحانه ويدعيه هكذا وكامل وصبر. ومن بعد كل يوم هكذاك، وهذاك مول الدار هذيك كل يوم يزقي عليه ما يحترموش، يقول له علاش ما درتش هذه وهذه علاش نسيتها، بدا يزقي عليه وكامل. هو انسان كبير شويه وكامل، بدا يقول يا ربي يا ربي. واحد النهار هذاك مول الدار الغني افلس افلس، دراهمو كاع راحوا له، ولا افقر من مكان. ومن بعد كي راحوا له دراهم ولا هكذا شغل غير بالعقل، قال له هذاك الانسان الفقير المسكين الصبور، قال له معليش نقعد نخدم معك، ما عندكش باش تدفع لي الاجر، نقعد معك شوفوا كاش يعني كيفاش صابو، كيفاش الانسان عنده شهم عنده مواقف، خدم معاه باطل باطل. ومن بعد هذاك الانسان الغني عاود دارك نفسه، عمل 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 بالعمل بالمثابره وكامل، عاود بنى ثروه واحده اخرى. كي بنى ثروه واحده اخرى تهلا في هذاك الانسان، بنى له مسكن قدامه صغير، زاد له في الاجر، ولا يعاملوا معاملة حسنة على الصبر ديالو. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكاية بأنه من يصبر ينال. برافو 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 بوبي برافو. إذن يا أبنائي، الصبر دائما ينال، لأنه الإنسان لازم يكون صبور يا أخي، لازم نصبر في حياتنا. يلا معايا، عجبتكم الحكاية؟ إذن يا أطفال لحقنا دركا الفقرة اللي أنا نحبها بزاف، ركن البريد، بريد عمو يزيد، هما الرسائل اللي يجونا من عند الأطفال اللي كيما نتوما ورسلونا وراهم في ديارهم وكامل وحبوا يسمعوا الرسائل نتاعهم. إذن إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com، تضغطوا على زرار شارك في حصتنا، ولا على زرار ملاحظات وآراء، وتبعثوا لنا رسالة عمو يزيد يقرأها. بوبي شفنا واش بعثوا لنا اصدقائنا البريد، رايحين دركا نشوفوا واش بعثوا لنا اصدقائنا في العلبه. يلا كاين هاي عطينا. بوبي جبنا رسائل الاطفال، شكرا 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 بوبي، شكرا شكرا شكرا. الرساله الاولى، الرسالة الأولى من عند مرين ساسي عبد القادر، 13 سنة من مدينة المطمر من غليزان، نحييهم كامل سكان ولاية غليزان ومدينة المطمر. قال لك أنا أحب عمو يزيد كثيرا. إذن يا عبد القادر، عمو يزيد يحبك أكثر أكثر أكثر. شكرا شكرا على هذه الرسالة الجميلة. كذلك الرسالة الثانية هي من عند أيوب خليل، 14 سنة من تيبازا، ويقول إن هذه الحصة جميلة كثيرا، يعجبني فيها الحكايات والألغاز وحاجات كثيرة فيها. شكرا شكرا خليل. إذن خليل أيوب من تيبازا، شكرا على هذه الرسالة الجميلة، 14 سنة في عمره ويحب الحكاية ويحب الحصة. الرسالة الموالية مختار نورهان، 10 سنوات من مدينة البليدة، قالت لكم أنا أحب البرنامج، وإحنا تاني يا نورهان نحبوك نحبوك نحبوك، ماذا بينا تجي تحضري معنا كذلك. رسالة أخرى من خنيسة نبيل، 9 سنوات من مدينة العلمة من سطيف، قال لك أحب الحلقات السحرية وقصة النحلة. الله يبارك الله يبارك، شكرا شكرا ولدي من مدينة العلمة من سطيف، مرحبا بك، وتحياتنا لكاع ناس العلمة وسطيف. الرسالة الأخيرة في اليوم من عند مزرق عبد المالك، 7 سنوات من مدينة تدميت ولاية تيزي وزو، قال لي أنت رائع يا عمو يزيد، أتشوق لرؤيتك قربي ومهرجاناتك مذهلة، شكرا على البرنامج الرائع. يا عبد المالك من مدينة تدميت من تيزي وزو، نحبوك نحبوك نحبوك، وما دابينا تجي تحضر معنا، مادام سجلت حتما سوف نتصل بك. يا أطفال هذه الرسائل هذه جميلة 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 جدا، وإن شاء الله كاع الأطفال اللي رسلونا نحاولوا نقراو الرسائل نتاعهم. دركا الحقنا الركن النكت، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ نكتة 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 نكتة، تعالي تعالي أروحي بنتي، تعالي واسمك بنتي؟ ريحان.
رحاب، وين تسكن رحاب؟ في شلف. في شلف، خيار الناس، خيار الناس، مدينة شلف جميلة جميلة جميلة، وناسها كرماء يا أخي. شحال في عمرك بنتي؟ 6 سنين. 6 سنين، نحكي لنا النكتة تاعك؟ عندي صورة. احكيها لنا بنتي، قوليها لنا الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم. برافو 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 برافو. شكون عنده نكتة جميلة ولا يجي يحكي هنا؟ شكون؟ شو اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي وقعدي. واسمك؟ لينا. لينا، وين تسكني لينا؟ في عين بنيان. في عين بنيان، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. بسم الله. صورة. يلا بنتي. نسيتيها؟ معليش بنتي، معليش معليش. معليش بنتي، تفضلي لمكانك، تعالي، تعالي بنتي. تعالي كي تفكريها رجعي، معليش بنتي. تفضلي الشاطرة، تفضلي. واسمك بنتي؟ سلامي خديجة. وين تسكني خديجة؟ لاسيتي حياة. وين لاسيتي حياة هذه؟ في عين نعجة. في عين نعجة في العاصمة، الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. واحد 3 جنود قالوا الجندي، قالوا روح طلع الجبل، قال لهم روحوا إذا لقيت كاش واحد هابط يقتلنا قل لهم حرقة. إذا لقيت زوج محارق. قال لهم كان هابط واحد قال لهم حرقة، هبطوا زوج قال لهم زوج محارق. واحد الخضرة هبطوا جيش قال لهم أرواحوا المولود. برافو 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 برافو. تعالي بنتي، تعالي. واسمك بنتي؟ نهال. وين تسكني نهال؟ في بير غبالو. بير غبالو، مدينة البويرة، ولاية البويرة. الله يبارك، تحياتنا لكاع ناس بير غبالو ولاية البويرة كاملة. قولي لنا بنتي. كان واحد يصوت صوتين من الشجرة، جاء واحد عاقب قال له شاك تواسي، قال له بلي أني صوتي أني حاب ننتحر، قال له فوق باطيمات صوتي بس قال له واشك حابني نموت. برافو 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 بنتي. اذا لحقنا دركا الجواب عن اللغز، الجواب عن اللغز، اللغز الذي قال شيء يكسو الناس وهو عار، تعرفوه؟ تعالي بنتي، تعالي بنتي. واسمك؟ نور اليقين بخالفة. الله يبارك، نور اليقين بخالفة. كي شابة اليوم بنتي، مرحبا بك. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ 10 سنوات. وين تسكني؟ بوسعادة. في بوسعادة، خيار الناس خيار الناس. تحية، عطونا تحية الناس بوسعادة. تحية 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 ناس بوسعادة، الجنوب الجزائري اللي نحبوهم نحبوهم، منطقة خلابة جميلة 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 جدا. تسلمين عليهم كامل يا أخي. واش هو الجواب؟ الأوراق. الأوراق، لا 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 لا، أنت خممتي في الشجرة. لا لا بنتي، مش الأوراق. شيء يكسو الناس وهو عار. تعالي بنتي، ذكريهم باسمك. سلامي خديجة. خديجة، وش هو الجواب؟ لبرا. لبرا، فوالا. قادي بنتي، قادي معايا. تعالي 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 تعالي، هي الإبرة، الإبرة. أعطيه الهدية تاعها. فوالا بنتي، احنا نحبوا الشاطرين. إذا عمو يزيد يهدي لك هذه القبعة مع عمو يزيد، تحميك من أشعة الشمس الضارة، وكذلك عمو يزيد يهديك 3 تاع السيديات. عمو يزيد دار 3 سيديات في هات السنتين، في كل سيدي كانت 22 أغنية من حق الطفولة. معلمي ومبروك النجاح عليكم، إن شاء الله تستفادي بهم بنتي. تفضلي 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 بنتي. اليوم عندنا عيد ميلاد لينا، 12 سنة. تعالي بنتي، تعالي لينا، تعالي 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 لينا، أروحي بنتي أروحي. إذن وش راكي بنتي، لاباس؟ لينا عيد ميلادها بعثت لنا 5 قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بري 42000 ستوالي الجزائر العاصمة، باش تحتفل بعيد ميلادها اليوم معنا. إذن احنا رايحين نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو نتاعها. يلا غنوا كامل معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد،
ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا بنتي كمل معايا 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا طفينا الشمع، طفينا طفينا. برافو 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 برافو. اذا لينا مبروك عليك، اعطيني الشهاده تاعها. اذا لينا كاع الاطفال اللي راهم هنا، عمو يزيد يهدي لكم هذه الشهاده. هذه لينا هي شهادة إنجاح تصوير حصة عمو يزيد اللي راح نكمل كي تخرجوا تسيبهم يسنوا فيكم كامل هذه الشهادات، تاخذوهم كذكرى في هذا الظرف الجميل هذا تاع حصتنا مع عمو يزيد. تفضلي بنتي هذه ديالك. بما أنك جمعتي خمس قسيمات من علب حليب رامي وبعثتيهم لنا على صندوق بريد 42 ألف ستوالي الجزائر العاصمة، صندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة، راعي البرنامج رامي يهدي لك هذه الدراجة هذه، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. يا اخي فرحانه. الله يبارك الله يبارك. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. نحبوكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.